أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تغطيتنا مستمرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي دخل يومه 53 بعد 100، وسط حملة تجويع وإبادة للفلسطينيين في القطاع المحاصر، ووسط صمت دولي ومحاولات مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد لحقن دماء الأبرياء في غزة ووضع نهاية لمأساة الفلسطينيين. كما نتطرق أيضا في هذه التغطية المتواصلة إلى اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي وما يمثله من دفعة قوية للاقتصاد المصري ولمناخ الاستثمار وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 40 غارة جوية على قطاع غزة استهدفت عشرات المنازل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس بسقوط 83 شهيدا غالبيتهم من الأطفال، وبينهم رضع ونساء وكبار السن. من ناحية أخرى، تمكن العشرات من أهالي خان يونس من دخول المدينة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معظم أحياء المدينة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ إبراهيم الضراوي، خبير الشؤون الفلسطينية. أستاذ إبراهيم، مرحبا بك على شاشة النيل الأخضر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إلى أين وصلت جهود التهدئة في قطاع غزة والذي يعاني من عدوان إسرائيلي دخل يومه 53 بعد 100، وجهود هذه التهدئة التي ترعاها مصر وقطر والولايات المتحدة من وجهة نظرك إلى أين وصلت، وهل من الممكن أن نرى وقفا لإطلاق النار قبل شهر رمضان؟ يعني أعتقد أن الوسطاء ما زالوا يبحثون وما زالوا يعني مصرين على أن يكون هناك وقف إطلاق النار في شهر رمضان المبارك، وأيضا إسرائيل ما زالت مصرة، لكن حركة حماس أبدت مرونة في بعض الملفات لديها، لكن هناك ملفات لا تستطيع حركة حماس أن تقوم بها في ظل العدوان على قطاع غزة وفي ظل تواجد الجيش الإسرائيلي الموجود في قطاع غزة. لكن الوسطاء ما زالوا هناك، حديث على أن الوقود ما زالت موجودة، وأيضا وفد حرق من حركة حماس يصل اليوم، هذا ما تحدثت في بعض المصادر. ايضا احنا بنتكلم عن ما زال الوفد الاسرائيلي حتى هذه اللحظة بعد لقاء بني جانت للولايات المتحدة وزيارته لها وبريطانيا، وكان هناك حديث على ان الوفد الاسرائيلي سيأتي بصلاحيات بعيدا عن مجلس الحرب الاسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، الا حتى هذه اللحظة لم يتم التوافق الداخلي الاسرائيلي وتحديدا مجلس الحرب الاسرائيلي بان يرسل الوفد المكون من رئيس الشباك ورئيس الموساد وموفد نتنياهو بصلاحيات كاملة، وعدم الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الحرب الإسرائيلي. وبالتالي هذا الوفد أعتقد أنه رفض القدوم للقاهرة إلا بصلاحيات كاملة، لا يأتي للتفاوض ثم يرجع للتشاور. هذا الأمر رفضه الوفد المفاوض الإسرائيلي، وما زالت الضغوط الأمريكية على الجانب الإسرائيلي بأن لابد أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة في شهر رمضان، وإلا هددت الولايات المتحدة الأمريكية بأن ترسل أسلحة لإسرائيل، وده تهديد أعتقد أنه مقبول إلى حد ما، وهذا ما يعني يجعل الوسطاء مطمئنتهم الإدارة الأمريكية بأن التهدئة ستكون كاملة. ولذلك حاولت القاهرة إقناع الجانب الحمتاوي بعدم مغادرة المفاوضات والإبقاء على المفاوضات وباب المفاوضات مفتوح مع القيادة المصرية والقطرية والأمريكية. أستاذ إبراهيم، هذا الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، هل تعتقد أن هذا الضغط يعتبر تحولا في الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل دائما وأبدا؟ يعني أنا أعتقد ذلك، خاصة أن بنيامين نتنياهو يسعى منفردا بعيدا عن
الإجماع الإسرائيلي. احنا بنتكلم عن مطالب كان بنيامين نتنياهو طلبها بالاسم، وهي عدد الأسرى الموجودين لدى حركة حماس، الأحياء والأموات منهم. دي كلها كانت مطالب شخصية لبنيامين نتنياهو. وعندما واجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بني جانس، عندما تحدث عن هذا تحدث على أن هذه رغبة بنيامين نتنياهو، والدول والحكومات لا تسير برغبة الأشخاص. هناك مؤسسات تحكم الدول، وبالتالي ده الأمر الذي يريده بنيامين نتنياهو. لا يريد انهاء الحرب، لأن بانتهاء الحرب سيكون اليوم التالي للحرب، واليوم التالي لا يوجد بنيامين نتنياهو على الإطلاق. وهذا ما يسعى إلى تثبيته بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة النهاردة. وما يحدث من تدمير لبعض المناطق في الضفة الغربية وليس قطاع غزة فقط، خير دليل على أن الإدارة الإسرائيلية لا تريد التعايش مع الفلسطينيين على الإطلاق. تريد دولة يهودية متطرفة مع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الأمور دي أعتقد أن الوسطاء تفهموها، الإدارة الأمريكية تفهمت هذا الأمر. أعتقد أن القيادة المصرية استطاعت إقناع بعض الدول الكبرى بأن ما سيحدث في رمضان سيكون ليس له يعني لن يكون يمر مرور الكرام في المجتمع العربي والإسلامي. نحن نتحدث عن أن شهر رمضان شريعة موجودة لدى العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وستتسع دائرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتشمل أماكن أخرى تخشى منها الولايات المتحدة الأمريكية، ويحذر منها الوسطاء بأن هذا سيكون ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يكون في صالح إسرائيل، ولن يكون هناك تطبيع مع بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل التي كانت تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا إسرائيل كدولة تسعى لهذا التطبيع لأنه يفيد الولايات الإسرائيل. الأمر الثاني هو لو نظرنا أن ما تحدثت به القاهرة منذ الوهلة الأولى بأن الحل الجذري لهذه الأزمة ليس القضاء على حماس كما يدعي الجانب الإسرائيلي. الأزمة الحقيقية هو أو المقاومة الفلسطينية، الأزمة الحقيقية هو إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 67. وهذا ما أوضحته القاهرة للمجتمع الدولي، وتلقفته الدول الغربية كلها، بأن إقامة الدولة الفلسطينية بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني من الممكن أن يحقن دماء الإسرائيليين والفلسطينيين معا، وأن يرسي مبادئ الأمن والسلام في المنطقة، وأن يكون حل الدولتين بادرة لأن يكون هناك حالة من التعايش، سواء كان على المستوى السياسي الاقتصادي التعاوني مع إسرائيل وبعض الدول العربية التي تسعى إسرائيل دائما لأن تطبع معهم. وأعتقد أن ده الحل الدولتين هو البوابة الحقيقية لأن تعيش إسرائيل جنبا إلى جنب بجوار الفلسطينيين. حل الدولتين وما حدث من اتفاقيات دولية لو تم التوافق عليها، لكن الجانب الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة لا تريد هذا على الإطلاق. تريد أن يكون هناك دولة يهودية دينية تلمودية تسعى إلى تدمير الكل، وليس وحرب هرمجدون التي يتحدثون عنها في كتب اليهودية المتطرفة ما زالت موجودة، والسبع بقرات أو الخمس بقرات الحمر الذين جاءوا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم ذبحهم في المسجد الأقصى وتدنيس باحات المسجد الأقصى قبل طوفان الأقصى خير دليل على ذلك، وما حدث من تعرية الفلسطينيات في المسجد الأقصى خير دليل على ذلك، وما يحدث الآن من الضفة الغربية أنها لم تصلي في رمضان في المسجد الأقصى خير دليل على ذلك، تغيير ديموغرافي في المسجد الأقصى، اعتداءات متكررة. الكل يسعى لوجود تهدئة حقيقية بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، وما زال الوسطاء يسعون لأن تكون قبل شهر رمضان المبارك. في ظل حملة التجويع والإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، والمجاعة التي أصبح كل سكان غزة على حافتها تقريبا، هل التوصل إلى اتفاق للتهدئة قبل شهر رمضان يعني بالتبعية تسهيل دخول المساعدات والمواد الغذائية وإنهاء هذه الحملة التجويعية والمجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون، أم سيتطلب الأمر مفاوضات جديدة بعد التوصل لتهدئة ومفاوضات أخرى لدخول المساعدات؟ لا، أنا أعتقد إذا توصلنا إلى اتفاق أعتقد أن احنا هيكون دخول 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، دي هتكون كافية إلى حد ما.
يعني خلينا نقول سد جوع الإخوة الفلسطينيين الذي نراه اليوم في الشاشات، ولا أحد يعني يستطيع تحمل مشاهد وصور ما يحدث. أعتقد أن الجانب الإسرائيلي سيخطئ كثيرا إذا دخل شهر رمضان والشعب الفلسطيني صائم ولا يجد ما يفطر عليه. دي كارثة حقيقية ستؤجج مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وستتحمل إسرائيل كمية الكره والبغض لها لمدة أعوام كثيرة، لمدة 50 سنة مقبلة. أعتقد أن إسرائيل لن يكون لها تواجد في المجتمع الدولي في ظل هذا التجويع الممنهج. للأسف الشديد لم يستغل سلاح الجوع والتجويع مع هتلر لليهود عندما قام بمذبحته. الآن الإسرائيليين أسوأ حالا من هتلر في كيفية إدارة المعركة معه مع الفلسطينيين. هتلر كان يقوم بالقتل الرحيم، الإسرائيليين لا يقومون بقتل الرحيم، يقومون بتعذيب الشباب والنساء والأطفال، ويقومون بقتلهم أحياء ودفنهم أحياء، يقومون بتجويع. وهذا السلاح يعني ترفضه القوانين الدولية والأخلاق الإنسانية. بالمناسبة ما يحدث في قطاع غزة هو لا إنسان بامتياز، ولذلك تحرك المجتمع الدولي على أنه يجب أن يكون هناك وقف إنساني لإطلاق النار. لكن إذا كان هناك اتفاق بهذا الأمر أعتقد أن احنا سيكون هناك دخول للمساعدات بشكل رسمي. لكن أيضا ما زالت الأزمة في الشمال الفلسطيني. الشمال الفلسطيني إسرائيل ما زالت مصرة بعدم عودة 1,400,000 مواطن فلسطيني الذين نزحوا من الشمال ووسط قطاع غزة إلى رفح. هم لا يريدون على الإطلاق عودتهم مرة أخرى، وأيضا تحاصر من يوجد في الشمال ولا تريد أن تعطيهم الدواء ولا الطعام ولا الشراب ولا شيء خالص على الإطلاق. أنت تتكلم على مجاعة حقيقية، يأكلون أوراق الشجر في وإحنا في عام 2024. كل هذه الأمور أعتقد أنها كارثة إنسانية حقيقية تؤثر على المجتمع الدولي وتؤثر على إسرائيل شخصيا، أو التواجد الإسرائيلي في الشرق الأوسط. بعد ذلك سيحدث هناك عمليات في القدس، سيحدث هناك عمليات أسوأ في القدس إذا دخل شهر رمضان المبارك في ظل هذه الصورة. أعتقد أن العملية سيكون في حالة اشتعال حرب حقيقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا استمرينا بهذه الصورة وبهذه الطريقة في عملية التجويع الممنهج والقتل الممنهج والإبادة الجماعية الممنهجة للإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة. أشكرك فينا، شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم الدراوي خبير الشؤون الفلسطينية، شكرا على هذه المتابعة والإفادة. واسمحوا لي أن أرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف من القاهرة المستشار أيمن جوهر خبير القانون الدولي. سيادة المستشار مرحبا بك. صباح الخير أستاذ. صباح الخير سيادة المستشار. مع دخول العدوان يومه 53 بعد 100 شهره السادس تقريبا، 5 أشهر مرت على عدوان إسرائيلي راح ضحيته عشرات الآلاف، كيف يمكن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار هذا العدوان وحرب الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني؟ هو طبعا في قرار دلوقتي تم تمريره في مجلس الأمن من خلال مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس فيل. القرار بيدعو لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن لمدة 6 أسابيع للفترة القادمة. المشروع الأمريكي ده موجود منذ أكثر من أسبوعين في مجلس الأمن بعد قرار الفيتو الثالث. والقرار ده يعني هو يوجد به كثير من المشاكل التي ربما تجعل كثير من الدول مترددة من الموافقة عليه، لأنه أول شيء بيدين حماس بشكل كامل مع هجمات 7 أكتوبر وبيصنفها كمنظمة إرهابية دون أن يدين إسرائيل لما تسببت به على مدار الأشهر الماضية. إنما يظل هناك برضك أشياء مهمة في مشروع القرار، رفض المنطقة العازلة ورفض التهجير القسري وإدانة المسؤولين الذين يقولون بإعادة الاستيطان في غزة، مع العلم دون ذكر إسرائيل في هذا الكلام. هناك بعض الإيجابيات وهناك بعض السلبيات من التعديلات اللي تمت في هذا القرار. بتتحدث جرين فيلد مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ربما يكون بعض هناك الأشياء التي تتحدث عن وقف فوري لإطلاق النار
هذا التعبير لم تستخدمه واشنطن في السابق، ولكن هل ستتم الموافقة عليه؟ أعتقد أن الكلام سيكون صعبا، وبالتالي في تصوري أن الأنسب أن إحدى دول مجلس الأمن تقوم بتقديم قرار، مشروع قرار جديد بالحصول على الإيجابيات في المشروع الأمريكي والبناء عليها، وتقديم مشروع جديد توافق عليه واشنطن، لأنه يتضمن بالنص موافقة عليه الولايات المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار مرة أخرى فيها. ومن الممكن توافق عليه واشنطن نظرا لمشروع سابق قدمته دولة الإمارات ودولة أخرى بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار هناك في قطاع غزة في الوقت الحالي، يعني مع دخول شهر رمضان الكريم. يعني احنا متعاطفين تعاطف كامل مع الإخوة الفلسطينيين اللي موجودين في القطاع حاليا، نظرا للحالة يعني الغير إنسانية اللي هم بيتعايشوها من ضغط إسرائيلي مستمر ومستديم على المواطنين اللي موجودين داخل القطاع. نعم. إذن في ظل جهود التهدئة التي ترعاها مصر وقطر والولايات المتحدة والمفاوضات الجارية للتوصل لقرار لوقف إطلاق النار، في حال فشل هذه المفاوضات سيد أيمن، ماذا تتوقع بعد هذا مع دخول شهر رمضان؟ هل سيستمر العدوان بالفعل وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء؟ نحن لا نتمنى أن يحدث ذلك. يعني احنا على دخول شهر مهم بالنسبة للمسلمين، وإذا تم حدوث هجمات إسرائيلية على شعب غزة في شهر رمضان الكريم، ما أعتقدش أن الدولة العربية ستقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث هناك. يعني ما أعتقدش، لأن الأمر سيتفاقم وسيؤدي إلى كارثة إنسانية في أوقات صعب على الأمة الإسلامية أنها تتحملها. يعني إذا تتوقع الوصول لقرار التهدئة خاصة مع الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي في الأيام الأخيرة؟ في جهود مبذولة من الدولة المصرية، وبعد مؤتمر مصر للسلام اللي تم دعوة بعض الدول الأوروبية ليه وحضورهم فيه، في جهود مبذولة وجهود متغير، يعني أعتقد أنها ستكون إيجابية بالنسبة لوقف إطلاق النار في شهر رمضان وتهدئة الوضع العالمي الدولي تجاه دولة إسرائيل في الشهر الكريم. نعم. إذا تحدثنا عن قرارات محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل ووقف إطلاق النار ومدى إلزامياتها للجانب الإسرائيلي، ما هو مصير هذه القرارات؟ مصير القرارات أن الولايات المتحدة تعارض أي مشروع يهدف لوقف الحرب في غزة في كامل المحافل الدولية، ومن أشهر الفيتو الثالث ثلاث مرات في مجلس الامن تم اصداره من قبل الولايات المتحده. 150 يوم من الحرب راح ضحيتها اكثر من 30,410 شهيد، 71,700 مصاب. يعني جواها اكثر من مليون فلسطيني داخل قطاع غزه. هل الاداره الامريكيه ما يحدث في تلك البقعه ليست على علم به؟ على علم به. كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي على اطلاع بما يجري، فقد تحدثت في وسائل الإعلام بأن ما ترى كل يوم في غزة مدمر. فرأينا تقارير العائلات تقطط على أوراق الشجر وعلاف الحيوانات، أمهات تلدن أطفال يعانون من سوء التغذية، أطفال يموتون من سوء التغذية والجفاف قبل أيام قليلة. رأينا أشخاص يتقربون إلى شاحنات ويحاولون الحصول على مواد غذائية فيتم إطلاق النار عليهم. لكن في نفس ذات السياق قالت من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بحيث أن يكون وقف إطلاق النار وإطلاق السجناء الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيلي. نعم. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا سيادة المستشار أيمن جوهر خبير القانون الدولي، شكرا لك.
اهلا بكم من جديد. اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نجاح مصر في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشان السياسات الاقتصاديه اللازمه لاستكمال مرحلتي المراجعه الاولى والثانيه في اطار اليه التسهيل الممتد للصندوق. واضاف ان الاتفاق ياتي في اطار سياسات الاصلاحات الهيكليه المتكامله للاقتصاد المصري. يسعدني ان احنا نعلن اليوم نجحنا في الوصول لاتفاق بين مصر ممثلة طبعا في الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق أو في إطار البرنامج اللي كانت مصر اوريدي موقعاه مع الصندوق. الحمد لله النهاردة احنا وقعنا الاتفاق اللي ما بين مصر والصندوق. والحقيقة يمكن أنا عايز أأكد أن الاتفاق بيأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري اللي أعدتها الحكومة المصرية. كما أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية من خلال وجود سقف للاستثمارات العامة. النهاردة المستهدف بتاعنا واللي احنا بمستهدفينه على مدار الفترة اللي البرنامج شغالين فيها وما بعد ان يعود القطاع الخاص هو المساهم الاصلي والمساهم الاكبر في اجمالي الاستثمارات الكلية، وهو اللي بيخلق الفرص العمل اكتر، وهو اللي بيشجع، وهو اللي بيجيب الاستثمار للاقتصاد المصري. عشان كده يمكن توافقنا على ان يكون هناك سقف للاستثمارات العامة ومن كل جهات الدولة لا نتجاوز هذا السقف عشان ندي المساحة للقطاع الخاص ان هو بعد كده هو اللي بيقود وهو اللي بيزود من مساهماته في اجمالي الاستثمارات. وللمزيد من المتابعة ينضم الينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. دكتور وليد مرحبا بك. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. اهلا بك دكتور وليد. كيف تابعت اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي بالامس واهمية هذا الاتفاق واثره على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري؟ هو بالتأكيد الاتفاق واتفاق مهم جدا، والملاحظ في هذا الاتفاق على وجه التحديد ان هناك اجراءات تم القيام بها خلال فترة التفاوض نفسها. يعني خلال فترة التفاوض انا يعني استطيع رصد ان كان هناك تحديد للفجوة التمويلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، الحديث عن اوجه سد هذه الفجوة التمويلية، اتخاذ اجراءات من الحكومة المصرية لجذب استثمارات، وكان هناك دعم من صندوق النقد الدولي من اجل ذلك. الحكومة المصرية ايضا قامت باجراءات كانت بادرة حسن نية من الحكومة المصرية، كان من ضمنها زيادة تنافسية القطاع الخاص وإلغاء الضرائب على المشروعات الحكومية وتقرير حزم للحماية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكبير ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية. عندنا تطوير أيضا وتعديل خاص بتطوير الأداء المالي بتعديل قانون المالية العامة. كل هذه الإجراءات قامت بها الدولة المصرية، وده بيؤكد على أن مصر بتستهدف في الأساس الإصلاح. يعني قبل ما بتستهدف توقيع اتفاق مع الصندوق، مصر بتستهدف عمليات إصلاح هيكلي متكامل. كون أن مصر عضو في الصندوق وكون أن هي لها الحق أن هي تستفيد من الخبرات الصندوق وتستفيد من حقها في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من الصندوق، ده بيكون في إطار الاستراتيجية المصرية وفي إطار البدائل المصرية، وده اللي حصل بالفعل. ومع اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المصرية 100%، كان هناك تقارب مع الصندوق ساعد في الوصول إلى نقطة التقاء تم من خلالها زيادة حجم التمويل والاتفاق مع الصندوق على اتفاق يناسب المحلية المصرية ويراعي المعايير الدولية. نعم. وما هي تبعات هذا الاتفاق على مناخ الاستثمار الخارجي، وإلى أي مدى يسهم أيضا توحيد سعر الصرف في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية؟ وطبعا الإجراءات الإصلاحية عندما تحدث ويكون لها نتائج إيجابية بتجبر الجميع على التعاون. مالية الدولة، أي دولة عندما تكون مالية دولتها قوية الجميع يريد التعاون معها، فالبداية هي من مصر والنهاية فيها.
الإصلاح هو إصلاح مصري. هذا الإصلاح هو الذي شجع الصندوق على أن يدعم هذا الإصلاح ببرنامج تمويل ميسر منخفض التكلفة، وده شيء جيد جدا. الإصلاح المصري أيضا هو السبب الذي سيكون جاذب للاستثمارات الأجنبية، محسن لتصنيف مصر الائتماني، ولكن يأتي الاتفاق مع الصندوق بمثابة شهادة بأن ما يحدث في مصر هو إجراءات ممنهجة وليست إجراءات عارضة، وأن هناك برنامج يراجعه الصندوق، يتابعه الصندوق. هذا الأمر بيعطي مصداقية للمسار الاقتصادي المصري، ومصداقية بأن ما تقوم به مصر من إجراءات هو إجراءات مستمرة في إطار استراتيجية متكاملة وليست إجراءات عارضة، بصورة تؤدي إلى المزيد من الطمأنينة للمستثمرين سواء في الاستثمار الأجنبي المباشر أو غير مباشر، مما يجذب مزيد من الاستثمارات ويحسن من تصنيف مصر الائتماني، وهو الأمر الذي يخفض من تكلفة التمويل الذي تحتاجه الحكومة المصرية. نعم، إذن هل تتوقع هبوطا لأسعار الفائدة مجددا بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بهذه الوتيرة الكبيرة؟ بالتأكيد يعني هيكون هناك هبوط، ولكن مع امتصاص التضخم. فالهدف حاليا هو امتصاص التضخم ودفع التضخم إلى التراجع إلى المعدلات المستهدفة. مع تراجع معدلات التضخم هيكون هناك انخفاض أسعار الفائدة، خصوصا أن حتى في السوق الأمريكية نفسها الفيدرالي الأمريكي لن يستمر عند معدلات الفائدة المرتفعة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. إذن فهذه الفائدة المرتفعة في مصر لها ميزة أيضا، وهي أنها تعزز من جاذبية السوق المصرية في أن تكون مستقبلة لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية. وأتصور أن تراجع أسعار الفائدة يكون بالنظر إلى الظروف الخارجية والظروف الداخلية، يرتبط بالتضخم الداخلي ويرتبط بمدى رغبة الدولة المصرية في أن تكون جاذبة لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية. إذن سؤال أخير دكتور وليد، يعني بعد هذه القرارات والاتفاقات، متى يشعر المواطن بتأثيرها من حيث أيضا انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، متى نرى هذا؟ خلينا نقول أن منذ توقيع يعني اتفاقية رأس الحكمة حدث تراجعات في عدد من الأسعار. الدورة الاقتصادية الخاصة بعدد من الأسعار هي التي ستحدد على حسب مراحل الإنتاج فيها، إلا أن يعني واقعيا هناك بعض الخدمات وهناك بعض النفقات بتكون هناك في صعوبة عندما يكون هناك تكاليف عيادات الأطباء، أتعاب محامين، أتعاب مقدمي رسوم لتقديم الخدمات أو تكاليف تقديم خدمات. الدولة راعت ذلك من خلال حزمة زيادة الأجور والمعاشات اللي قررتها واللي بتستحق في مارس الجاري، وهي إجراء مساندة. إذن فالسوق يبحث عن توازن جديد، لا نريد أن يعني نفكر في الخلف، ولكن نريد أن نفكر في الأمام. هناك سلع ستنخفض، وهناك وما لا يمكن خفضه، فهناك حزم مساندة بتقوم بها الدولة المصرية من خلال تحسين الرواتب الحكومية وتحسين الرواتب الحكومية والمعاشات، بيعزز من القيمة الشرائية لهذه الشرائح، مما يعزز الطلب على مقدم السلع والخدمات ويساعدهم على تحسين رواتب العاملين لديه. نعم، وضحت الصورة. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية المباشرة، ولكن متابعتنا الإخبارية مستمرة مع حضرتكم على مدار اليوم، فابقوا معنا.